الخير بربح. ايوا هانا جيتكم معطله باش ما تقولوا لي شي ديك النعاسات ديك المعكازات تتفيقي بكري ما نفيقوش بكري ما عندنا ما نديرو خلينا ناعسين ياك هانا هادي التمنيه يلا نشوفوا شكون اللي جا عندنا اليوم هي تتسنى باش تفطر هادي من ديك المفشات اللي تيجيوني معطلين هادي فوالا شفتيوها تتمسكن باش تدخل ايوا هاشي زيدي ها شفتيوها صابت هذا السي قطوط تيجي مع الفجر تيفطر ويولي ينعس شوفوا فين ناعس دابا ناعس حدا صباطي درت له الفيطه حيت عز عليا كان تينعس على ديك فاش تنمسحو رجلينا ايوا ودرت له الفوطه وهاديك الفيطه باش تنمسح له حيت الصباح ديك الشتيبه هذا عمي الحاج قطوط تيجي مع الفجر ما شاء الله عليه بالتوتو ياك انتي اللي تجي مع الفجر على ولدي 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 وتيفطر وتيدخل يدير يدير غميضه ياك ها وهذه اللي تتفشش تجيني ها تجي تا التمنية عاد تجي تا تفطر وتخرج وي بصح عندي هذا قطوط لا قطوطي دوزو نشربو كويس ديال القهوة ديالنا ونبداو اللي تيحبيه موجودين هانتوما ما شاء الله ما كان شي قطة تجي سبحان الله العظيم تاكل وتجلس في الباب سبحانك يا إلهي العجب المهم ناخذ كويسنا ديال القهوه النهار شنو رايكم نبداو نفطروا مع بعضياتنا فطوري ما يعجبكمش انا فطوري سهل مهل يعني ما تندكش بزاف د الحاجات هي صحيا فوالا اما الجو الجو بارد الجو بارد اليوم برد الحال 7 درجات هي لا تخافشي اش فوالا 7 ديال الدرجات وندوزو نكملو الفيديو فوالا هذا فوالا العشاق الخضوره هانتوما سبحان الله وخلام شنو تيقولو البرد بدا ديك الصبح جامد ماشي جامد ولي شنو تنقول يعني البروده مازال ما بدات تجمد بديت نزيد فيه فوالا شتي الوريضات باش نحيد واحد الوريضات ندخلهم المهم ونكملو صباح لهنا وصباح الراحة وصباح النور وصباح السرور كي بقيتي بلاباس كي دايرين مع الصحيحة نتمنى على الله يكون كلشي على خير وصحة جيدة هاد النهار عندنا فيديو ما نديرو فيه والو نديرو فيه غير العناية بالنفس ونديرو واحد القوماج طبيعي باش نصوبو لراسي تنصوبو لراسي وكل شيء موجود كل شيء كاين عندكم في المغرب ما شاء الله فين ما كنتي وكل شيء دابا ولا موجود طبيعي ونخليه ونحتفظوا به تنصوبوه حيت اللحم ديالنا تينشف المهم كاينين نصائح كاينين بزاف د الحويجات باش نفرقهم مع بعضياتنا ونتمنى نتمنى اللي شافت دير واحد لايك الله يرضى عليكم ودير بارطاجي ولا دير كومونتير هذا يعني اقل شي حويجه اللي باش تشجعوني الله يرضى عليكم فوالا نتقاسمو هادي سميتها هاد السميه ديروها في جوجل تشوفوها شنو هي شنو تعطيكم بالعربيه وتشوفوا انا حبيت نتقاسمها معكم عرفتي وعلاش حيت فيها واحد الفوائد واحد الصور هو هذاك نعوج يعني سي با غاف ما عندي ما ندير الشيء اللي كاين الشيء اللي عطى الله صباح فوالا تبهدلتي ديك الطرشون الصفر حتى يبان ياك وقولوا لي نخلي لكم الحقيقه ديال الكويزين والله تنشوف داكشي ونرجع اصبروا نشوف شوفوا هذه البلاستيكه باش كنت مغطيه الورد هانتوما باش ما تقولوش ماما مسحره ماما رتباشي والله يا بنتي انا عدفلت ليها كان هكذا في الثلاجه وجبدتو يا المهم نزلو هنا ونكملوا على خليونا طبيعيين الله يرضى عليكم خليونا طبيعيين عندك هادشي تزد على ان لاباريات كلهم تهرسوا على فكره عاد خصني نولي نشري شي نسيتو في الحفله كل واحد شنو تندير به هاد لاباريات باش تنصور المهم فوالا قلنا هذا ما كاينش شي ما حسن منه صحيا حنا العيالات خاصه ملي تدوزي 30 عام 35 عام المهم المراه تيرمم شي حويجات عندنا لداخل بلا لا داعي نفضحوا عوايرنا ونقلوا يعني لهذا الاحترام حيت كاينين الوليدات تيشوفوا كاينين الرجال تيشوفوا الفيديوهات المهم هذا صحي بزاف بزاف هذا شنو تنديروا له انا بالنسبه لي حيت حلو مذاقو شويش مجهد تنجيبو تنحك الباربه بحال دابا في الليل وندير حبيبات فيها ونغطيها ونخليها في الثلاجه لغدا في الصباح تنفطر بها
منها الا كنتي باش تخملي صالون تخملي جوج صوالونات وعندك تخمل. المهم سبحان الله العظيم ديجا الباربه فيها واحد عطيها الله تما، يعني فيها واحد القوه سبحانك يا الهي، تعطيك القوه ما تاخدي لا فيتامين ديال نوريكم انا شنو نمشي داك تصبر. المهم ما تاخدي لا فيتامين مصطنع لا فيتامين حتى شي حاجه، دائما نقلبوا على الفيتامينات اللي خلق الله تعالى طبيعيا ما تيضروش هي ما نكتروش دائما لا دار لا ديرار، لان الشيء اللي زاد فوق حدو راه تينقلب ضده، هذه سنعرفوها ياك. انا هادو باش كنا مشينا رحله لالمانيا يا الحبيبه عليا وصبنا هاد الاسبوع العيالات تيهزوا في الفيتامينات ويهزوا ما يمكن تيبيعوا. وانا على نيتي هزيت هذا قلت وهذا نجربو، سقسيت السيده قالت لي مزيان كذا جبته خديت حبيبه. يوما نقول لكم شي يعني ربي تيستر الدقات ديال القلب ديالي بداو تيضربوا بزاف بزاف، هذا خديتي حبيبه ياك دقات القلب بداو تيضربوا، يمكن ما عرفتش نطلع عندي الطونسيون ولا شنو هو، مشيت عند الدكتور وقال لي هذاك الشيء ما انا اول مره تنجرب اول مره درس بحال شي واحد النوع ديالنا عندنا في مع الاسف عندنا. المهم هذا الدواء السخانه راه براني هاكي خوديه بلا دكتور هكذاك درت انا، هو ما يمكنش دائما خصنا استشارات طبيب وخصنا نكونوا دايرين التحاليل ونكونوا شنو خصنا ناقصنا ونكونوا ديك الشيء بالقد ومقدود، ماشي هي نقبطوا شفنا شي واحد تياكل شي حاجه تناكلوها. هذا انا كثرت عليكم، هذا هو هذا. ثاني حاجه باش نديرو واحد القماش طبيعي ديالي خاص بيا خاص بيا، خصني شي مصور عندنا الورد الطبيعي من الشف في الشمس، او مثلا نحيد الفران منش نحيد الفران يعني نحيد داكشي من الفران نطفيهم ندخل الوريدات هكذايا باش يتقرملو باش يجيو ساهلين للطحين. عندنا الزيت ديال الكوكو ندير هنايا الورق البلدي باش نديرو كلو هكداك ياك البلدي والزبدة ديال يعني الزيت ديال الكوكو يكون طبيعي ما يكونش يعني مصوب باش نطحن. شفتي خصني نطحنو تيولي رطب. أنا تندير بان ماغي هنايا ياك وتندير فيه الكوكو هذا بقى قبل لا تصوير هذا بان ماغي على ما يذوب هذا الكوكون ونوريه لكم. فوالا شفتي هو هذا قماش طبيعي قماش طبيعي قماش طبيعي. الورد والسكر ديال السكر حبيتو البيض ولا انا حيت ما تنعملش البيض جبت هذا، واخا هذا راه شويه زايد في الثمن. هذا باش نكبو هنايا ونخليه بسم الله. هذا في الحمام هذا فاش تحمي وتسالي وتسالي انا ما تنديرش الصابون على فكره، لان الصابون تينشف الدات وخاصه في هاد السن ديالنا، والدكتوره ديال الجلد قالت لي ما عمرك ما ديري الصابون للجسم ديالك فاش تكوني تاخدي دوش او حمام، هذه نصيحه تعطوها الدكاتره. هذا هو هذا فاش تنسالي نساليو تنقبطو وتدوزو هكذا بحال القماش على داتك كلها ومن بعد تشلل بالماء وترحمي عليا. انت حبيتي انا ما تنغربلوش حيت مطحون مزيان ديك الورد مع السكر يعني مطحون رائع رائع. فوالا تندوزو هكذايا تندوزو ما تيجرحش اللحم، ومن بعد نكبو عليه ميه باش نكبو ميه هنا في لافابو تشوفوا كيفاش تيرجع تترجع الدات. وما نقول لكمش على الورد وعلى الكوكو رائع. فوالا شوف ما شاء الله ها وتنمسحو طبعا بهذا تتبقى داتك رطيطبه ونقيه وقماش طبيعي بلا ما تحتاجي لا تمشي تشري قماش ولا تشري جيب كلشي من عند العشاء صوب راسك وخليه في قريعه وبقى تستعمله. فوالا انا باش نشد هنا يرجع طبيعي يرجع يعني يقصح عندك كون ديك شي حاجه ولا الصلاح النبي. فوالا وهذا فوالا هذا الباقي نقول لكم شنو باش ندير به حتى هو رائع. هذاك الفولار الاول اللي كنت دايره طب عليه وحيدته ما عندي ما ندير، انا ما تنعرفش نخدم يعني ما تنعرفش نخدم هكذا في لا كويزين ندور وانا دايره هاد الشده والخنوق صعيب عليا يعني. المهم هذا هو الورد
البلدي تنجيبو انا من الجرده تنديروه هنايا هكذايا يبس وعاد تنستعملو طبيعي ما فيه حتى شي حاجه. هذا يعني عده اشياء صحي ومزيان وطبيعي، والورد البلدي كلشي تعرفوا. المهم انا نديرو نحطو نشف في الاول هنايا في الظليله باش ما تحيدش ريحته، ياك تنخليها هكذايا فوالا. ومن بعد عاد تنصوبو يرجع يعني كيف ما تنستعملو بزاف الاشياء وحنا متابعين شويه بشويه. عندنا الاظافير باش يطولو دغيا كيف ما قلت لكم، هذه يعني هذا انا يصير من الاسرار اللي تتكون كاينين شي ناس يبقاو شي عيالات ولا بنات تيهزو ظفرهم. المهم ولا بالشغل كثرت الكوزينه ما تيديروش اللي قالت الظفر تيتنتكلو. انا راني قطعتهم مزيان باش نديرو الفيديو ياك، وانا نقطعتهم باش نديرو الفيديو. جوابي طلب واحد السيده وكنت يعني ديجا عطيتها لواحد السيده واحده اخرى واحد الدواء بلدي قياس الخير اللي تيجي هذيك شنو تيقولوا له هنا الفطريات تفكرونا رجع على شامبينيون قياس الخير تيجي في الظفار تيبقى ياكلهم تيغلاضوا الظفار وتيدخلوا ما بين الظفار واللحم. السيق الواحد والله يرضي عليكم ويعني وتقاسموه باش نديو غير الاجر. هو هذا اللي كنت انا حيت كنت مشيت فين كنت مشيت المهم وفي الدوش لصقلي في ظفري وجيت رجعت بحالاتي لبلجيكا وداويتو سيمانه تبارك الله برا. اول حاجه تنحكو ظفارنا مزيان 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 ياك بالشيته الا ما عندكش الشيته المهم حك ظفارك. ثاني حاجه تنجيبو الصابون البلدي، مع الاسف انا ما عرفتش هاد الصابون البلدي علاش ولا جاري هكذايا صلات على النبي والله ما نقطعها نتوما شوفوا التبهديله. ودابا شفتيو كيفاش ندير لهاد الشيء صافي طاح لي. المهم باش نجمع باش نصوب ما عندي ما ندير صافي اللي عطى الله هو هذا. صافي نغسل يدي بالصابون البلدي مزيان تخطيطه وتبهديله. المهم ثاني حاجه تنجيبو الثومه الحمراء، الحمراء هي اللي تتكون مزيانه فوالا. الثومه الحمراء تنديروها ما بين الظفر واللحم ديك البلاصه اللي فيها الشامبينيون فوالا تنديروها هكذايا ما بين الظفر واللحم صافي. وتنجلسو بها مده ما تنغسلوش ديك الساعات هي صحيه، ولكن ديك انا ما فياش دابا هي تنصوبها مع بعضياتنا نصيحه ياك فوالا. تنديرو كيفاش هذا تنتعلم صور تنديرو هكذايا ظفيراتنا. المهم نحكو لهم الثومه ونخليوها تتيبس ما عندنا ما نديرو تنساليوش غيلنا ولا الظفار درجلينا الظفار درجلينا منين نديرو الثومه ما نغسلوهمش نخليوهم فوالا. هذه حاجه. ثاني حاجه ياك هذا العكار الفاسي اللي قلت لكم باش نديروه مع بعضياتنا، هذا العكار الفاسي تنكونو في الحمام، في الحمام حمام كي يعني سخون ولا حمام ديال الزنقه ولا على حسب فين المهم حمام يكون سخون. اشنو تنديرو تنجيبو ليمون دق تيقولو ليمون دق ديك الليمون الصغير الخضر ياك تنعصروه على العكار الفاسي شوفوا كيف تيولي ولا تنولي وتنديروه لوج هنا. انا ما يمكن ليش كما تتعرفوا هاد ماشي ندير حاله في هاد الدنيا. المهم فوالا تنديروه في الحمنه تنديروه في وجهنا تنديروه في ذاتنا كلها تنديروه، ومن بعد تنغسلو تنخرجو ما تنتعرضوش للشمس نهائيا. ردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم من الشمس فوالا. تندهنوه لذاتنا لوجهنا كلها راه فيها بزاف. وشوفوا العكار الفاسي ماشي الصباغه حيت الصباغه تتلصق، هذا العكار الفاسي شفتيه كيفاش داير فوالا. وتنشللو هو ديك العكار الفاسي مع الليمون تحيد تيصفي الطبايع. هذه نصيحه ونزيدو وحده الثالثه وبركك علينا حتى الفيديو الجاي ياك. جينا يا لالا القماش اللي صوبنا القماش ديال الورد البلدي مع السكر مع زيت الكوكو ياك فوالا. حتى هو تنساليو هذا الحمام وتنساليو كلشي. من بعد اشنو تنديرو فوالا لا ميم شوز تندهنو كلشي ذاتنا كلها. ونقول لكم هذا وجربوا هذا الشيء وردوا عليا الله يرضي عليكم لان ساهل. هذا غزل هذا القماش منه قماش منه يعني منه الترطيبه ديال اللحم احسن من الصابون فوالا. ماشي نشللو تشوفوا
كنت لابسه الكبوط صافي حيت الصباح عندنا البرد صبحت 6 الدرجات مازال ما شعلنا الشوفاج فوالا صافي سالينا. شوفوا كيفاش تيخلي اللحيمه ما شاء الله. صافي تنمسحوا بالفوطه والصلاه على النبي وتنخرجوا ما تيتلصق ما والو تيخلي الجسم كله ما شاء الله. وتنقول ما شاء الله في الحمام حوله نخرج من هنا وحسن لي. هادو هما النصائح باش تنتهلاو في راسنا الا حبيتو الاسرار طبيعيا تبقاي مريره في السيمانه مريره في الاسبوع وهانتينا يعني ما تحتاج لا تشري داك الشيء اللي غالي لا تضيع فلوسك. المهم تنعتني بداك الشيء طبيعي وصحي.